بكيني وأقراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما رسالة من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد من أيام ربنا سبحانه وتعالى في رمضان بنفتح كتاب ربنا بقلوب باحثة عن رسالة من الله. سيدنا رسول الله بيقول إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته. المأدبة هي الترابيزة الكبيرة اللي عليها العزومة اللي فيها أصناف الأكل الشهية حسب غنى صاحب هذه المأدبة. فتصور كده أن إحنا لما بنفتح القرآن بنتعزم على مأدبة ممتلئة بالعلوم والمعاني اللي بترتقي بهذه الأرواح وبترتقي بهذه العقول وبتصلح النفوس اللي في زحمة الحياة بيعلق بيها أمراض كتيرة. ويمكن النهاردة رسالة ربنا سبحانه وتعالى اللي هنتأمل فيها هي رسالة بتتكلم على مرض فتاك من أمراض القلوب، وهو أول مرض على الإطلاق ربنا تكلم عنه في القرآن. وهذا المرض هو الأرضية الخصبة اللي بتنبت عليها أمراض أكثر فتكا منه. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى ده سلوك، استكبر ده المرض، ده فين السبب، وكان من الكافرين دي النتيجة، مرض الكبر. والكبر عند العلماء كما يعرفه الإمام الغزالي هو استعلاء على الخلق بسبب استعظام النفس، بسبب رؤية الفضل للنفس وليس لله سبحانه وتعالى. والكبر هو أرضية بينبت منه العند والجهل والقسوة والغضب والعنصرية. فهذا المرض لو اتعالج عن طريق التأمل في رسالة ربنا سبحانه وتعالى الشافية في القرآن بيتعالج معاه أمراض كتيرة جدا. الكبر ده لو بيسيطر على طرف من أطراف العلاقة أو الاتنين بتبقى العلاقة شاقة جدا، لدرجة أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بيقول كما في سورة غافر: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. النبي بيستعيذ من أي متكبر، وكأن ربنا في رسالته عن التكبر والتعالي بيبعت رسالة أن المؤمنين يستعيذون من الكبر والتعالي. فتعالوا النهاردة مع بعض كده نفتح مع بعض كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونسمع ربنا وهو بيقول لنا الكبر ده والتعالي على الخلق ده إيه السلوكيات الواضحة اللي أعرف أمسك نفسي وأقول أيوة أنا بعمل كده، أنا محتاج أعالج نفسي، وكيف عالج القرآن هذا المرض الفتاك. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
سخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء كانت رسالة مهمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إلى المتكبر المتعالي على الخلق، لأن الإنسان معرض أنه يتسرب ليه الكبر في الدنيا دي، عنده أفكار بيحط لها خطط ويحقق فيها إنجازات فيحس أنه هو حاجة، فقد يتذكر المدد الرباني وقد ينسى هذا المدد ويفتكر أنه هو لوحده قادر يدور حياته فيصيبه بعض الكبر. ساعات الإنسان ممكن يحصل له شوية نجاحات في الدنيا دي فيسبق أقرانه فيرى نوع من التميز عليهم فيصيبه بعض الكبر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيحيط عباده بتذكرة دائمة إن كلنا زي بعض، والمتميز اللي ربنا رفعه في الدنيا ده لأنك اجتهدت فربنا بيكرمك، ولكن قبل ده كله هذا الرزق والمدد الرباني اللي الإنسان يقول بينه وبين نفسه كده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أول نوع من أنواع الكبر اللي ربنا ذكره في القرآن هو كبر العباد على الله، وهذا الكبر أغلب الآيات اللي مذكورة فيه عشان أكون أمين مع حضراتكم مذكورة في غير المؤمنين بربنا، وأنا ما أحبش أن أنا أسحب الآيات اللي في غير المؤمنين وخاطب بيها المؤمنين، بس فيها معاني تعالوا نتأمل فيها لأن بقائها في القرآن لازم ينتفع به المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على المتكبر في العودة إلى الله. سيدنا نوح بيقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، لا عايزين نسمعك وحتى لو شاورتلنا مش عايزين نشوفك، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. دول ما كانوش مؤمنين بربنا ولا بسيدنا نوح، بس العبد المؤمن لما يكون بعيد عن ربنا ومعاصيه غلبة طاعاته ومضيع أركان العبادة وحد يجي يقول له تعالى نرجع لربنا نتوب ونعيش مع ربنا، ليه في الآية دي معنى إنه ما يستكبرش في العودة لمغفرة ربنا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. وعلامة الكبر لما واحد يقول لحد تعالى نرجع لربنا ونتوب من الكبائر مثلا اللي بنعملها، علامة الكبر الغضب من هذه التذكرة. ممكن الإنسان يسمع واحد بيقول له تعالى نرجع لربنا فيبقى عنده نوع من يعني زي الانكسار كده، أنا فعلا بعيد عن ربنا، وما يروحش وما يقربش من ربنا ويكمل زي ما هو، بس يقول لصاحبه دعيلي أنا يمكن لسه ضعيف. ممكن يكون ده ضعيف قدام شهوته، ممكن يكون شيطانه مسيطر عليه، بس هو كده مش متكبر. المتكبر من يغضب عند التذكرة. الصنف الثاني من أصناف الكبر برضو مع الله سبحانه وتعالى الكبر عند التذكرة بالقيم. ربنا سبحانه وتعالى أراد من عباده المؤمنين إن هم يعيشوا بقيم معينة، ساعات الواحد بيضحي بالقيم دي في سبيل رغباته ومصالحه،
فلو حد جه فكرنا بان احنا نعيش بالصدق والامانه واكرام المحتاج واحترام الكبير والادب والحياء، لما حد يجي يفكرنا بهذه القيم، دي القيم اللي ربنا شرعها مع كل الانبياء وفي كل الشرائع. الانسان لو اتريق على التذكره يبقى بيتكبر مع الله. قال تعالى في رسالته الى المتكبر، قال: ويل لكل افاك اثيم، يعني كثير المعاصي، يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نزلت في مين؟ نزلت في النضر بن الحارث، وكان مشركا، وكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيضحك ويسخر من قرآن النبي صلى الله عليه وسلم. الآية نزلة في غير المؤمنين، بس إحنا كموحدين لينا فيها معنى، والمعنى أن الإنسان إذا ذكر بالقيم التي ترضي الله ورسوله لا يسخر. ممكن إنسان يبقى بيخالف القيم اللي ربنا بيحبها، لكن لما يذكر ما يسخرش، لأن السخرية من التذكير بالقيم اللي ترضي ربنا وترضي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من الكبر مع الله. مرة كنا قاعدين ناس، يعني كده أعرف الحكاية، ما كنتش قاعد فيها، ناس كانت قاعدة مع بعض وكان فيهم ناس مثقفة وناس بسيطة، مجموعة معينة كانوا بيجمعهم نشاط معين، فاتفتح موضوع من المواضيع اللي بتفتح في الاقتصاد، في الرياضة، في السياسة، في الدين، فالناس البسطاء بدأوا يقولوا رأيهم. الناس البسطاء دول من مستوى اجتماعي بسيط، لم يتوفر لهم التعليم الأجنبي والإنترناشنال والحاجات اللي بتخليهم مثلا يعني عندهم خبرات في بعض المواضيع المتخصصة، فبيقولوا على قد يعني إيه معلوماتهم. فكان في ناس قاعدة من الناس المثقفة، فبعضهم بدأ يسمعوا، رغم إن الكلام ده يعني لو انت حطيته على ميزان العلم فيه جهل الكلام ده، لكن بيسمعه باحترام وبيناقشه في ان كلامه غلط ولكن بيحترم انسانيته. بعض الناس كانت قاعده بدا يشتغل الناس دي ويتريق على نطقهم لبعض الكلمات الانجليزيه وجهلهم ببعض المصطلحات اللي في الدين او في السياسه او ايا كان، وبدا يبقى الافيهات على الناس الغلابه دي اللي ما توفر لهاش التعليم العالي قوي. بعد ما القعدة خلصت، الناس اللي هي كانت بتتعامل باحترام لاموا حبايبهم اللي عملوا منهم أضحوكة، فكان رد الفعل قمة التريقة واستكمال الإفيهات على الناس الغلابة اللي مشوا وسابوا القعدة. هذا كبر على الله، لأن الإنسان إذا كان ربنا رفعه في الدنيا في العلم ولا رفعه في أي حاجة، ما عندوش مبرر إن حد يفكره بقيمة زي قيمة احترام الإنسان فيسخر. هذه السخرية الله لا يحبها، وبعت لها رسالة في القرآن إلى المتكبر المتعالي على الخلق: لا تسخر إذا ذكرت بالقيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من أنواع الكبر مع الله سبحانه وتعالى اللي ربنا بعت بيها رسالة في القرآن للمتكبر المتعالي هي ترك أركان العبادة بدون مبرر. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنزل الشريعة وقال عليها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأركان العبادة زي الصلوات الخمسة أو الزكاة للقادر أو الصيام أو الحج للقادر، هذه الأركان ربنا شرعها على قوة أضعف واحد فينا، واللي عنده أي أعذار ربنا اداله رخص. سوى ذلك بعد الرخص في ناس مننا بتترك الأركان بدون أي عذر شرعي، سواء انه يبقى عارف ان الاذان بيأذن وما يصليش، او ما يصومش رمضان بدون اي عذر شرعي، مرض او سفر، او ما يحجش وهو قادر. وده في معنى لازم يراجع فيه نفسه. ربنا في القرآن بيقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول تذكر الله دائما. الملائكة اللي عنده مش بتستكبر عن عبادته. وانت عارف، تخيل نفسك بتشتغل في شركة ضخمة وبتاخد مرتب أكبر بكتير من الوظيفة اللي انت مسؤول عنها، بعدين صاحب الشركة طلب منك مهمة بسيطة زي ما ربنا بينده علينا نصلي الظهر 4 ركعات في 3 دقايق. طلب منك صاحب الشركة مهمة بسيطة فانت قلت له لا مش هعملها، ما عنديش وقت، رغم ان انت أجرك أكبر بكتير من المهام البسيطة. الجنة ورضا ربنا قبل الجنة، والأرزاق اللي ما تتعدش اللي ربنا مديها لنا لا تقارن بالعبادات البسيطة اللي الإنسان بيعملها. فأنت قلت لا، فصاحب الشركة لوح برفدك وطردك فظبطت نفسك. لازم الشخص اللي بيشتغل ده في الشركة يراجع نفسه، هو كان مستكبر على الشغل، على لقمة العيش ولا إيه؟ ساعات كتير بعضنا ما بيلجأش لربنا عابد باكي إلا في الأزمات الطاحنة. والجميل لأن ربنا حنان منان بيقبلنا لما بنرجع لربنا في الأزمات الطاحنة، ولما يكرمنا بنسيبه وننشغل بالدنيا وما نرجعلوش إلا في الأزمات، وبيقبلنا لأن ربنا كريم. بس هنا في نوع من الكبر على الله. عشان كده ربنا في القرآن في رسالته إلى المستكبر المتعالي في آية جميلة قوي، قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عارف يعني إيه لا يستحسرون؟ يعني لا ينقطعون عن العبادة بسبب الملل. ساعات بعضنا يجرب أنه ينتظم في الصلاة ويبقى متوقع نوع معين من السكينة النفسية وكمان حل المشاكل في الحياة، فلما ما يحصلش اللي هو كان متوقعه من حل المشاكل والسكينة ده الوقت اللي هو طلبه، يحصله حالة من الملل وكأنه ما حسش بأثر الوصل مع الله فيمل فينقطع، وتشغلوا أولويات تانية عن الأولوية الأولى. وإحنا علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى اللي يحدد فيها الأولويات هو الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله تعالى، اللي مش بيجاوبك طالب علم ممكن يكون مش مذاكر قوي، ده اللي بيجاوبك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي لما تسأل ربنا أوحى لي وما ينطق عن الهوى، فقال الصلاة على وقتها، إن ما يفوتش وقت الصلاة. فاللي عند ربنا لا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فترك أركان العبادة بدون مبرر ولا رخصة من ربنا سبحانه وتعالى من الآيات اللي قريناها تخلي الواحد يراجع كبره مع الله سبحانه وتعالى. من أصعب أنواع الكبر اللي بتأذي روح البني آدم هو الكبر بالمقتنيات. إن ربنا سبحانه وتعالى من عنده ينعم على إنسان بمتع من متع الدنيا، فيحصل للإنسان حالة من التناسي أو الإنكار إن ده رزق ربنا، ويبدأ يفتكر إنها ملكه، فيبدأ يتعالى بهذا المقتنى على الناس اللي ما عندهاش حاجة زي كده، ويبدأ ينظر نظرة الإزدراء والإحتقار لمن لا يملكه ما يملك، وفي الآخر هو عطاء ربنا سبحانه وتعالى. الكبر ده مؤذي لأنه بينسي الإنسان عبادة كبيرة جدا من عبادات المؤمنين، وهي الشكر والحمد للمنعم جل في علاه. بيحكي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف، أخين ربنا سبحانه وتعالى من عليهم ببستانين، بس الأخين دول واحد فيهم كان مؤمن موحد والتاني كان منكر لوجود الله. ويحكي ربنا سبحانه وتعالى رد فعل كل واحد. المؤمن طلع جزء من البستان لله كعادة الناس الطيبين اللي بيبيع جزء من دنيته لشراء الآخرة وابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى. أما غير الموحد اللي مش مؤمن بالآخرة فعمال يكبر 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 وكأن البستان ده هو حياته الخالدة. واضرب لهم مثلا، اضرب لهم مثلا يعني هنا في معنى ورسالة في القصة فأروها بقلوبكم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. من مميزات البساتين إنها بتتسقي من نهر جوه البستان. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شايف أنا عمال أكبر وأثمن وحوش وإنت بتنفق على البسطاء، إنت مش حكيم، شايف أنا بقيت أكتر منك إزاي؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي فرضا، وإنت بتقول في بعث، لأجدن خيرا منها منقلبة. العلماء بيقولوا في التفسير إن الحوار اللي كان ما بينهم عن ربنا،
الرجل الطيب الموحد صاحب البستان بيقول له أخوه أنت مش شايف النعمة اللي أنت فيها، مين اللي اداك النعمة دي؟ فحصل الحوار. فالرجل اللي مش مؤمن بربنا قال له تعال نشوف على أرض الواقع مين اللي أغنى، اللي أغنى يبقى هو اللي بيفكر صح. أنت يا صاحب العقيدة اللي بتقول فيه رب أنت افتقرت بسبب أنك أنت عمال بتطلع، وأنا اللي بقول مفيش رب قدرت أنا رب المال أكبر. فأثناء الحوار حصل عنده حالة من إنكار أن في عطاء من ربنا سبحانه وتعالى. بعدين القرآن يعبر تعبير في منتهى الجمال، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. العلماء بيقولوا هو في ظلم أكبر من أن إنسان يبص على النعمة فلا يرى المنعم، يبقى عنده عطايا كتير ولا حاجة من اللي عنده ده يفكروا أن في إله قريب بيرعاه بالعطاء وبيستجيب دعواته وعارف إيه اللي ناقصه، فدايماً ربنا سبحانه وتعالى يسد هذا النقص. ما أكثر الأمان والإحساس بالقرب لما تبص على النعمة وتعرف إنها قربة من الله. ما هو ربنا سبحانه وتعالى في الحديث بيقول أتحبب إليهم بنعمتي. شوف أنت لما تبص على نعمة وتقول ده ربنا بيتحبب بيطلب حبي بالنعمة دي. اللي ما عندوش المعاني ظالم لنفسه بسبب الكبر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يمكن تضيع مني، أنا رجل عندي خطة وعارف كويس أعمل إيه وأدير ممتلكاتي. كبر كأنه هو رب هذا البستان. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي فرضا زي ما أنت بتقول ما دام اداني في الدنيا يديني في الآخرة لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، فكروا ربنا، ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اللي انت فيه دلوقتي ده من توالي الإمداد من ربنا سبحانه وتعالى. انت أصلك نطفة مهينة، انت أصلك عدم، وما انت فيه ما هو إلا تجلي من تجليات ربنا الكريم صاحب العطاء. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وتعدي القصة ونوصل لما كان متوقعا، هي نقمة لكن تحمل نعمة كبيرة جدا. ربنا بعت له آفة أكلت كل الزرع وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها شاء العمر وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ممكن يكون اتخذ منه نعمة صغيرة وهي شوية فلوس عند ربنا منها كتير، لكنه أعطي أكبر نعمة وهي الرجوع لحضرة المولى سبحانه وتعالى، وهي الرجوع للتوحيد ومعرفته أنه فقير. ليس فقير عشان ماهوش فلوس، فقير يعني محتاج لعون ربنا والمدد ربنا وانه يرفع ايديه يقول له ربنا عوض عليا. وده اللي حصل. لما حصل له كده رجع لربنا سبحانه وتعالى، وهنا ربنا علق على القصه وقال هنالك الولايه لله الحق. هنا فعلا يظهر تولي الله لشؤون الموحدين، يظهر عنايه ربنا سبحانه وتعالى بخلقه. وقت ما إنسان يتكبر على الله سبحانه وتعالى بنعمة قد يأخذها منه رب العالمين في صورة نقمة ظاهرة ونعمة باطنة عشان يرجع هذا الإنسان للمولى. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. رسالة من الله. رسالة من الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. من أنواع الكبر اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في رسالته إلى المتكبر المتعالي الكبر الطبقي، وده أشهر أنواع الكبر اللي موجودة في المجتمعات، إن حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه من عيلة كبيرة، أو حد ربنا سبحانه وتعالى رزقه من وسع فصار غنيا، فيبدأ يحصل حالة كده من إن أنا صاحب أنا صاحب العيلة وأنا صاحب الفلوس، وما دوني يبقى في نظرة تظهر في المعاملة. القضية مش قضية بس شعور جوه، دي كمان ظاهرة في المعاملة، لأن في بعضنا ممكن يحس كده بتميزه لكنه يجاهد الشعور ده، هذا مجاهد في سبيل القيم والأخلاق في سبيل ربنا سبحانه وتعالى، لكن اللي يبدأ يحتقر من أقل منه اجتماعيا أو ماليا، دي صورة واضحة جدا من الكبر الطبقي اللي فيه نسيان أن الرازق وأن خالق كل شيء ومعطي كل شيء هو الملك سبحانه وتعالى. حصلت إمتى؟ حصلت يوم ما الأقرع بن حابس، دول من سادات المشركين، وعيينة بن حصن وعتبة وشيبة بن ربيعة أغنياء القبائل، جم لسيدنا النبي وقالوا له لو طردت بسطاء أو فقراء القوم لجلسنا لك واستمعنا منك القرآن. فإذا بسيدنا عمر الفكرة تخش في باله، لسه هيقول لسيدنا محمد يا رسول الله يمكن يكون في خير من الفكرة دي، طب ما تيجي نطلعهم ونقعد معاهم، دول لو أسلموا الدنيا تتفتح. لسه سيدنا عمر هيكلم النبي فإذا برسالة من الله. شوف القرآن على طول مع المواقف والأحداث ربنا يبعت رسالة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سيدنا عمر بيقول بس على الفكرة اللي جت في باله هيكلم فيها النبي دي، قال فظللت أعمل لها أعمالا، قعدت استغفر ربنا إني بس خطر ببالي نسمع كلامه طبقي، وكأنه مش عايز يقف في الصلاة جنب البسطاء، ودي من أجمل ما في العبادات. تروح الكعبة تلاقي الغفير جنب الأمير جنب الوزير، كله لابس لبس واحد وكله مقبل على الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الكبر اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار لي في رسالته إلى المتعالي كبر القوة. الشباب اللي عنده عضلتين وساعات يستقوى على الشباب البسيطة اللي ممكن يكون أضعف منه شوي، كبر العضلات. العضلات دي عبارة عن شوية صحة ربنا من على الإنسان بيها، وأغلب الأمراض الضخمة اللي البشر بيترعبوا منها من فيروسات ضعيفة لا تكاد ترى بالعين المجردة حتى يظهر للإنسان إنه هو ضعيف. لو عايز يستقوى يستقوى بربنا على الخير والحق وإعمار الأرض وبناء الحضارة، مش يستقوى بعضلتين على واحد أضعف منه. والأسوأ إن الأضعف مني ده يكون أبويا ولا أمي وقت ما أنا أكبر كده وبقى في سن المراهقة، يبقى صوتي أعلى منهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أهو عاد دول اللي كانوا بلطجية وبيفتروا على الخلق بقوتهم، ربنا أهلكهم بالهوى حتى يدرك العالم إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الاستكبار بالقوة أبدا، بل يحب المتواضع اللي بيستعين بقوته على البنى وليس هدم النفسيات والافتراء على خلق الله. أنا لو دخلت في سيكولوجية المتكبر أو المتعالي هلاقي أربع أجزاء عايزة أتناولها. نمرة واحد، المتعالي هتلاقي رؤيته لنفسه إنه شخص مهم، أنا مبدئياً كده مهم. حاجة تانية، أنا أفضل من غيري، أنا كفلان أفضل من غيري، وصاحب فضائل وقيم وثوابت، سموه virtuous، أنا صاحب فضيلة، يعني أنا على علاقة لصيقة بالحق. ومن ثم رؤيته للآخر إنه على خطأ، ودونه إحساس بالدونية، يرى الآخر دونه ويرى الآخر إنه مختلف وشايف عيوبه كويس قوي، فعنده عملية المقارنة واضحة قوي إنه هو إحساس بالفوقية والآخر دونه، ويرى برضو إن الآخر غير قادر
ما عندوش إمكانيات. ده بيولد عنده المشاعر التالية: شعور الغضب يكاد يكون المستمر تجاه الآخر، مفيش حاجة عجباه في الآخر، إحساس التفرقة، أنا حاجة وهم حاجة، والإصدراء. وعنده نظرة شمولية للعالم، إن العالم عالم تنافسي، ومن ثم لازم يكون فيه أحسن وأوحش وأعلى وأدنى، وإن العالم محتاجني. بما إنه هو شخصية مهمة قوي، يرى إن العالم محتاجني، ويرى إن العالم غير مستقيم، الدنيا نفسها كلها غير مستقيمة وفيها مشاكل كتيرة. ومن ثم هنا تيجي أهميته اللي هي مبنية على رؤيته لقدراته. فده واحد عادة وفي أغلب الأحوال لما هيرى الآخر هيبص له دايما من فوق لتحت، لأنه هو منصب نفسه في درجة عالية. المتكبر نظرته لنفسه غير موزونة. إحنا كلنا فينا إيجابيات وفينا سلبيات، فأنا النهاردة لو بصص لنفسي من الزاوية دي هبقى شايف إيجابياتي، ولو شايف نفسي من الزاوية دي هبقى شايف سلبياتي. هو متكبر راسه عاملة كده على طول، دايما شايف زاوية الإيجابيات. يعني سبحان الله، الناس اللي بتبقى عديمة الثقة بنفسها دايما دماغها مايلة الناحية التانية، فمش شايفة إلا العيوب، وده بيولد عندها ضعف وقلة قيمة. أما التاني عامل حاجة اسمها أوفر ريتنج، مدي قيمة بزيادة لثقله وقوته وقدراته، لأن دايما راسه مايلة ناحية اليمين، ناحية الإمكانيات والقدرات والمهارات فقط. أرشح كتاب The Anatomy of Peace للأربينجر إنستيتيوت، وده بيسموه تحليل السلام. الكتاب بيحلل فيه بالفعل سيكولوجية الدونية والفوقية، سيكولوجية الشخص اللي عنده دونية وسيكولوجية الشخص اللي عنده فوقية أو الإحساس بالفوقية. طيب، إيه المطلوب مننا في رسالة الله سبحانه وتعالى إلى المتكبر المتعالي على الخلق؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب معلومة وبعض السلوكيات. المعلومة هي: من أنت ومن هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فقير يعني محتاج. أنا فقير لأنفاسي، إن ربنا يديني الإذن إن النفس يخرج ويعود. أنا فقير للدورة الدموية، إن ربنا يديها الإذن إنها تمشي، ولو توقفت نقطة ممكن الإنسان يفقد الذاكرة لو توقفت نقطة في دماغه في مخه. أنا فقير إن ربنا سبحانه وتعالى يوالي علي إمداده بالحلول والأفكار اللي بواجهها في مشاكل اليومية، وربنا بينجدني بدعوة أو حتى من غير ما أدعي ربنا يلهمني فكرة أحل بيها مشاكلي. أنا فقير للعافية، إن ربنا سبحانه وتعالى يبقي علي النعم اللي موجودة، لأن في نعمة كبيرة أوي اسمها بقاء النعم، مش حتى توالي ومجيء نعم جديدة. إن أنا اللي أنا عندي لسه موجود، دي نعمة اسمها العافية، كان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بيها كل يوم. فهذا الفقير يعيش عيشة العبد مع إخوانه من العباد بالإكرام والحب، والكبير هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان لو فهم إن هو إنسان بني آدم في وسط عباد الله الكتير، هيبقى عنده حالة من الحب والتواضع مع الخلق والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى. وربنا يحكي لنا قصة عبد متواضع، والفكرة إن في إجماع للدنيا كلها إن المتواضع ده أعلى مقاماً من اللي تواضع بين إيديه، يعني عبد أعلى مقاماً تواضع مع من هو أقل مقاماً. في ختام سورة الكهف، يوم ما ربنا قال لسيدنا موسى روح اتعلم من الخضر، اسمع السياق القرآني في رسالة الله إلى المتكبر المتعالي، وبص تواضع سيدنا موسى لمعلمه، رغم أن سيدنا موسى أعلم وأكرم عند الله، بس ربنا قال له روح اتعلم من المعلم ده، عنده حاجة مش عندك. قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حاضر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، يعني فساد عظيم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. شايف الأدب؟ تلميذ بيرد على المعلم، مع عند سيدنا موسى من الخمسة الأنبياء أولي العزم، بس ربنا قال له تعلم من المعلم فتواضع للكبير بالنسبة له في المشهد ده، هو مشهد المعلم. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، وهنا لك زائدة الأولانية ألم أقل إنك لن تستطيع، هنا المرة دي الخطاب النبرة بتاعته عليت، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. عملت اللي عليك وصبرت عليا، وأنا مرتين عملت الحاجة اللي اتفقت معاك ما عملهاش، وكملت القصة. لكن شايف تواضع سيدنا موسى؟ لا يتعلم مستكبر ولا مستحي. الشخص المستكبر عمره ما يشوف حد عنده حاجة زيادة عنه، لكن هنا سيدنا موسى ربنا قال له روح اتعلم من هذا العبد الصالح، فراح سيدنا موسى. الناس الطيبين اللي في الدنيا عندهم قلب موسوي، يروا إن ربنا وزع الأرزاق والأفكار والمفاهيم والمعلومات والخيرات والأخلاق على الخلق، فهم بيحترموا الجميع، زادوا عنهم في المستوى الاجتماعي والمالي ولا قلوا، لكنهم شايفين إن خير ربنا لا ينفد من قلوب الناس، فعندهم حالة كده من الإكرام للخلق. هذا القلب الموسوي المتواضع هو أشهر مشهد في القرآن للتواضع مع الخلق. كل ابن آدم تراب وللتراب راجعين، والدنيا دار اغتراب وكلنا مسافرين، طب ليه تغرقني يا غرور وتسرقني؟ مهما يزيد شاني مخلوق ضعيف من طين، وازاي هنتكبر والكبرياء لله؟ هو اللي بيدبر أمر الحياة بهداه، وكلنا عبيده وأمرنا بإيده، يرزقنا من جوده مهما نكون ناسين. هكسر غرور نفسي يا رب قدرني، وإن يوم نسيت نفسي يا رب فكرني، لو كبر غيرني بحقيقتي بصرني، فعيوني صغرني وعلى نفسي كل معين، واجعل آياتك نور في العتمة لما نضل، للجاهل المغرور اللي في عماه بيزل، يمكن نهاره يهل والنور في قلبه يحل، يخفض جناح الذل ويفوز بدنيا ودين. في رسالة ربنا للمستكبر أو للمتكبر المتعالي على الخلق جت آيتين ورا بعض في سورة السجدة فيهم تواضع مع الله. قبل ما أقول لك على بعض التفاصيل في التواضع مع الخلق، الآية الأولى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لما يذكر بأي قيمة ربنا بيحبها من صدق وأمانة من إتقان للعمل، لما يذكر بغض البصر والحياء، لما يذكر باحترام الكبير، لما يذكر التذكرة دي لا يسخر ولا يحس إن دي قيم ما تأكلش عيش في الزمن ده، إنما يحصل له سجود للقلب، خضوع لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، احترام لأمر النبي في شيء. الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً خاضع القلب وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الآية اللي بعدها على طول فيها قصة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الصحابة كانوا بيصحوا الفجر يفضلوا شغالين طول اليوم، ويجوا على المغرب تعبانين جدا، يصلوا المغرب ويقعدوا في الجامع
بعد ما مثلا لو في أكل ولا حاجة يقعدوا يستنوا صلاة العشاء حاطين إيديهم كده على خدهم ويناموا، كل شوية يقعدوا يناموا كده. طب ما تروح تنام في بيتك في صلاة. أيوة أنا تعبان أعمل إيه يعني؟ لا في صلاة، ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في صلاة يبقى هجاهد نفسي إن أنا لما ربنا ينده علي يبقى موجود. فكانوا يقعدوا يناموا ويصحوا حتى يؤذن العشاء ويصلي بيهم النبي، فتنزل رسالة من الله في حق هؤلاء المتواضعين للنداء الرباني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. محتاجين لك يا رب، محتاج أصلي العشاء وأقول لك يا رب الحقني وصل روحي بيك وحل لي مشاكل اللي في الدنيا ماليش غيرك. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فتيجي الآية اللي بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. احنا شايلين لكم عندنا حاجات في الجنة هتبهركم عشان انتوا تستاهلوا جزاء بما كانوا يعملون. ده تواضع عند سماع التذكرة وعند سماع النداء. من أصناف التواضع مع الخلق تواضع التصرفات اليومية. الشخص المتواضع بيبان عليه قوي في احترامه للجميع. الشخص المتواضع بيخاف من الكبر، فدايما بيبص لنفسه، هو أنا بتكلم إزاي؟ هو أنا ببص إزاي؟ هو أنا رد فعلي عامل إزاي؟ هو أنا قاعد قدام الناس إزاي؟ لأنه عارف إن ممكن يتسلل ليه الكبر بسبب أي نجاح أو أي نعمة ربنا ادهاله. وهو عارف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق، يعني رفض الكلام الحق لو طلع من غيري، وغمط الناس يعني احتقارهم. فبيركز مع نفسه، لأن ربنا بعت رسالة في القرآن قال إن الصالحين مركزين في تفاصيل تحركاتهم، فقال وعباد الرحمن. على فكرة ده من أعلى المواصفات اللي مذكورة في الصالحين في القرآن، وصفهم أنهم عباد ونسبهم للرحمة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. طريقة مشيته ما فيهاش انتشاء كده ونظر للناس كأننا في ميزة عنكم، هونا بالراحة بتواضع فقعدتهم ومشيتهم ودخلتهم وطريقة السلام بتاعهم وطريقة ردهم للسلام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لما حد يتكلم معهم بطريقة لا تليق هو محافظ على الإيمان اللي في قلبه، فمش سريع العصبية. وربنا يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، كأن في سلوكيات عند الخلق تصعر الخد يعني تبص بتعالي، ويبقى فيه نوع كده من إعطاء الجانب مش التركيز اللي النبي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم، كان يقبل على الناس بكليته، إنما الإنسان يبص بطرف كده اللي هو أنت ما تستاهلش أبص لك وأعمل مجهود إن أنا أبقى مركز معاك. ولا تمشي في الأرض مرحا، دي كانت من وصايا لقمان لابنه. كان الناس الحكمة يقول إذا رأيت السنابل شامخة فاعلم أنها فارغة. سنابل القمح اللي مليانة قمح، حبات قمح يعني سنبلة غنية تلاقيها كده موطية من كتر ما هي تقيلة، أما السنبلة الفارغة الغير نافعة تلاقيها عاملة كده واقفة. وكذلك البشر، الشخص الممتلئ بالأخلاق والعلم والإنجازات، وأكبر إنجاز أنه يكون شايف النعمة اللي عنده من ربنا تلاقيه عنده تواضع كده، ومش قاعد عمال كل شوية بيبعت رسائل على فكرة أنا مش زيكم أنا مختلف، تلاقي كده ما تعرفش الكنوز اللي عنده إلا لما تقعد معاه فترة طويلة من كتر ما هو متواضع وقافل عليها كده حتى لا يرسل أي رسائل الكبر. هم دول الناس اللي ليهم مثاقيل، وأنا ياما شفتهم باخد كورسات قاعد جنبي حد عنده علم أكتر بكتير من المعلم، لكنه جاي عشان يتعلم وعارف إن المعلم ده في جانب معين من الحياة عنده علم، فجاي أخد منه الجانب، فقاعد تلميذ رغم إن ده جبل من جبال العلم لكنه قاعد عشان يتعلم، فقاعد قاعدة التلميذ بين يدي أستاذه. الناس دي اللي بتسبق للجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، سيد أهل التواضع صلى الله عليه وسلم. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى إلى المتكبر المتعالي على الخلق، عشان ربنا يحمينا من نفسنا في وسط زحمة الحياة وصراعات الحياة ونجاحات ونعم الحياة. ربنا يحافظ لنا على نفسية العبد الفقير لمولاه سبحانه وتعالى المتواضع مع الخلق. وكان وسيظل هذا القرآن الكريم العظيم منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر ومن الغرور ومن قول الزور،
ونعوذ بك يا مولانا من ظلمة القبور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. اللهم إنا نستغني بك فأغننا، وتوكلنا عليك فاكفنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لعظمتك فرفعته، وذل لهيبتك فأحببته. اللهم اجعلنا متواضعين بين الخلق، نعرف للجميع أقداره. يا الله يا الله يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام أهل التواضع، وعلى آله وأصحابه ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الأيام وفي لحظة بكايا بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير. يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ رسالة من الله.